السلام عليكم. واحد الفلوغ اول مره غادي نخرج نتسارى، ماشي غنخرج نتسارى، نخرج نتسارى مع دراري صحابي. فايت خرجت مع كونسي طون في الفلوغ اللي شفته قبل، خرجنا ضربنا دويره وداك الشيء. هذا الفلوغ معايا حمزه الشبيشب، دري تحياتي دري اللي كان جايبنا من المطار، امين ولد خالتي، وواحد التونسي ياسين. ياسين هذا خدام معايا، كيخرج معايا، كندخل انا وياه بارتنير. بارتنير ديالك الشريك. الشريك. شوفوا دابا هاد الطوموبيله هادي شو جتل، شنو دايره ليها دابا. تخيلوا هذا باش يخرج خصو يخرج يدينيجي كلشي، يحيد داكشي كامل بالبالا وبقى حماق ويطلع معاه عرق، خصو ضروري يمشي يدوش عاد باش يمكن له يخرج. شوف دابا انتم كيفاش غيخرج، وهادشي كيكون على كلشي، اي واحد كيكون بحال هكا. دابا هادوك راه هما اللي قاطعين الشارع من اللي تا هما نفس البلان. اذا ملي كتكون طومبيت صافي كتوجد راسك لهادشي. خدمه اخرى كتكون عندك اما الصباح واما شوف انت معاش كتخدم، كتخرج كتحتاج طوموبيلتك، خاصك تخرج دينيج. ها انتم هادو كاملين اللي بجناب نفس الحال. من الحوايج اللي صعب هنا في موريال هي كيفاش الطاسيون. شوف كيفاش داخل، شوف نقدروا نخليوها بحال هكا صافي، تقدر تطلع لك الدم وتخليها لك. ها انتم شو ما خار ديالنا، شوف بنادم كي ستاسيون يشوفوا التلج الى نيفو واصل للرويضه. شوف شحال طالع على الرويضه، اصعب حاجه هي تلقى بلاصه وتستاسيون سيرتو في ليفر. كيدير نجيو حتى البلاصه اللي كيتمشى بنادم، كدوز وحده كدير نجي البلاصه اللي كيتمشى بنادم اختصاصي يدير هاد البلاصه باش لي بيطون يمشيو فوق التروطوار. ماشي كتكون طومبيت بالليل الغد اللي كتنوض كتلقى الطريق تسرحات. والله شي حاجه اللي فهمتي كنشوفها كنقول بالليل ما الصباح ما يمكنش الطريق كي غتكون كذا، كنوض الصباح كنلقى الطريق ولات مقاده. ها حنا فين غاديين؟ هادي هي الكاتدرال اللي كاينه حدا الفيو بور، وداك راه هو اللي فيه بحال ديك القبه اللي فيها الموب، سميتو هذاك مارشي، سميتو مارشي بوسوكو. وحنا جايين لهنايا، حنا وصلنا الفيو بور. سي حمزه كيعطينا المعلومات، قلت لكم حساب انستغرام ديالو نخليه لكم، حتى الناس اللي هنا في موريال يسولوا غيعطيهم شي معلومات ما عارفينهاش. لحقاش هذا السيد مرحبا بكم، ما يمكنش هاد بحال لي بوست محلات في الصيف كيبيعوا فيهم لي سوفونير وداك الشيء الذكريات وداك الشيء. وهاد البلاصه هادي سميتها باتينوار، هادي نورمالمون كتكون فيها بحال لوح، كاين باراج لهي كيحلو كيدخل الماء هنايا، وملي كيكون كتكون طومبيت وكيكون الثلج والبرد وداك الشيء كتولي جامده، وكاين الناس كيجيو يديروا فيها الباتيناج داكشي وسموها الباتينوار. هاتي واعره بزاف. غنجيو شي نهار نصادفوها الناس اللي لعبوا فيها الباتيناج، وغنجيو نتلعبوا مع الشبيش بشويه ولعبوا مع الدراري نضربوها بجوج القاس كاملين. الدراري الاخرين سبقونا عرفناهم فين مشاو، غنزيدو نوصلو عليهم ونزيدو حنا غاديين، وكنسولو الشبيش بيعطينا معلومات، وشويه غنبدا نسولو واحد الاسئله باقي دابا ما قلتهمش له تنغفلو. نسولو ديك الاسئله باش لك بالمرصاد، نسولو ديك الاسئله باش نستافدو هادشي باش الكاس استفاده. وتا هادشي اللي كنقول لكم راه الناس كتستافدو منه، اللي جا لموريال يكون عارف هادشي، واللي ما جاش المهم كنا واخد فكره على موريال. حنا نعطيو فكره اون جينيرال الناس اللي كاينين هنا والناس اللي كاينين في المغرب، ولكن راه كنخلص هادشي اللي كندير راه كنخلصو بالبرد، راه يدي جمده بزاف. او ذاك البلان ديال باري كيجي بنادم كيجيبو الكبيده ديالو كيسد كيديرو قفوله هنايا، زعما راه كيبغيو بعضياتهم. غير هو هنايا في باري كاين تحت كاين الماء، وانا كاين القضيه جامده الا سديتي قبل انت ومراتك ولا انت وصاحبتك ولا شي حاجه صافي غتجمدوا هنايا عمركم ما تفارقوا. المهم هاد البلاصه هادي في الصيف كتكون كلها غازون، بنادم قال لك عام مليوح هنايا وكلشي كيجي كيكون واحد تيغاس بوسوكو. كنقول لكم المعلومات كاملين عند الشبيش انستغرام ديالو، عم قيدرني بالبرد انستغرام ديالو غتلقاوه هنا لتحت. اي واحد هنا في موريال ولا اي واحد باغي يجي لكندا ولا شي حاجه يسولو والله تبارك الله عارف كلشي. مرحبا بكم. هذاك ما نقول لكم، هذاك ما نقول لكم سولوا غيخرج عليكم. انا ما عارف والو، كنبغي شي حاجه كنجي عند الشبيشب. وغتلقاو حتى انستغرام ديال عبد القادر حتى هو بلاكس، والله حتى سولوا من الدار. كنعطيكم الدراري ما كنعطيكمش اي واحد، كنعطيكم الدراري اللي غيجاوبوكم. حتى انت نعطيكم دراري اخرين نقدر ما تسولوهم ما يجاوبوكمش، هذا والله حتى يجاوبوكم متاكد، ولا ما جاوبوكمش اجوا عندي حتى انا ما نجاوبكمش. لا لا والله الا دراري تبارك الله في شكل ودراري بيس، الناس دراوش وكيبغيو الخير لواحد واحد اخر. دابا واش بيش بغادي معنا مسكين كيعطينا المعلومات، متنا بالبرد متنا بالبرد. ها انتم حنا غادي شبيش بشي معلومه، خاصك ستاج اخويا بعدا باش تشد هاد الكاميرا في هاد البرد هذا. من هنايا غيبان لنا سان لورون، ومن الجهه الاخرى كاين ان سبوت
تيمشيو ليه الدراري تصوروا فيه حتى هو. شنو فيه؟ في واحد تقدر تاخذ واحد الصور زوينين مع الفيو بور من الجهه الاخرى من الضفه الاخرى. شنو سميتها عبد القادر؟ بارك دياب. بارك دياب. انا ديت كنولف. او داك يولف. من دوز من هنا ولا من هنا؟ مشيو من هنايا. هذيك الجهه الاخرى اللي حنا غنشوفوه من هنايا من الجهه الاخرى. غنشوفوه من هنا والمره الجايه غنمشيو غنشوفوه من الجهه اللي من الجهه الاخرى. نشوفوه ونصوروا مع صوروا ولا بغيتوا تصوروا. البور اللي قلت لكم قبيله ما شفتو شي يبان لكم. بون جاكارتي. راه بون جاكارتي قال لك خسروا عليه الملاير باش غير باش يبان فيه ذاك الضب اللي كيبان لكم. ولكن راه في الحقيقه راه كيبان واعر بزاف. انا داير لوبجيكتيف ديال لي فلوغ ما كيزوميش بزاف نقدر نركب الاخر باش نزومي لكم تشوفوا. وهنا فين غاديين؟ هنا فين كاين داك الواد اللي قلت لكم كيطلقوه باش كيتعمر ديك البلاصه اللي فيها لي جو دو داكشي. كاين غير هنايا. واو. سد من هنا. شنو نمشي بلاصه نمشي نوريه لكم ونوريكم ملي كيطلقوا داك الماء باش تفهموا كيفاش داك البلاصه اللي قلت لكم. رجلي غرقوا وفزقوا باش نوريكم. اما دابا سادينهم هنايا. انتم. شيراو هادوك و تيطلقوا السد من لهيه تيبدا يقبل من هنا. هاو شي دابا هذا راه غير مسدود كيطلقوه و كيطلقوه من الجهه الاخرى اللي من لهيه و هادشي كامل شي كامل كيمشي كيعمر و راه فين كنا حنا واقفين لهيه تما كيكونوا كيلعبوا بلي بي دارو و كيكونوا لي جو دو كيكون كلشي تما في الصيف في ليفير عاوتاني كيقلبوا القضيه تما ملي كيجي في ليفير كيقلبوا القضيه وثاني كيستافدوا منها بكوتي اخر. وحنا جايين باش باش كنستافدوا حنايا عبد القادر ما كناخذوا عنده حتى جمله مفيده. مازال باقي العطي يعطي. باقي العطي يعطي. باقي العطي. المهم غيعطي العطي. والله يا ودي ضروري. والحمد لله. المهم ديك اللعيبه راهي كتبان لكم شايله فيها الضوء بحال الدوار بحال الكره الارضيه ويشايله فيها الضوء بزاف. هذيك عندها واحد البلان في شكل. نخليو عبد القادر يشرح لنا كيفاش بلانها. المهم هو عارف البلان وقلنا له قول لنا ما بغاش يقول لنا قال لنا والو نقول ليه فان. ومهم انتما سمعوا كيفاش القصه ديالها. هذه كانوا صوبوها في ليزيتازيوني صوبوها وجابوها هنايا على حساب واحد المعرض ديال لي تكنولوجي. ابخي بريزونطاوها وكلشي. من بعد شنو داروا؟ بغاو يرجعوها ليزيتازيوني مي شافوا باللي التكاليف ديالها غاليه. دونك شنو داروا؟ باعوها لكندا بواحد الثمن رمزي اللي هو 1 دولار ثمن باكيطا ولا خبزه ولا شي حاجه بحال هكا. صورت هذيك كامله تبات ب 1 دولار. ما بغا فهمتي داروا بحال ثمن رمزي واللي جا اللي داروا يعطيهم 1 دولار وخذوها. وهي باقا لدابا شي حاجه اللي كتبان واعره خصكم واخا وريتها لكم ما كتبانش لحقاش اصلا ديجا بعيده وزوميت مزيان وما بانش. المره الاخرى نمشيو المره الجايه اصلا كنا ديجا باش غنمشيو للبارك دياب غندوزو من حداها. هذاك البارك دياب اللي غنمشيو قلت لكم غنمشيو له المره الجايه ملي كتكون غادي كدوز من حداه وغتشوفوا قداش وغتشوفوا كيفاش داير الشكل ديالها. ودابا غنزيد نوريكم البون اللي شفناه من الجهه الاخرى. غنزيد نوريكم من هنا نزومي ولا بغا يبان لنا اكثر. وحنا غاديين انا كنعطيكم معلومات وراه كنموت بالبرد عرفتي على لا برد راه ما يمكنش راه غاديين واقفين فوق الثلج والدراري الاخرين طلع لهم الدم. حنا اصلا جينا شي 8 دراري ولا 9 الدراري الاخرين طلع لهم الدم مشاو وصافي بقى معايا الشبيشب. قلت لكم الشبيشب غينفعكم انا راه كنقول لكم ما كتيقونيش الشبيشب راه غينفعكم. حطيتو في ستوري دابا في انستغرام دخلوا ويلقى لي زابوني تزاد. سولوا بنادم ما بغاش يجاوب. سولوا بنادم قلت له جاوب الشبيشب ما بغاش يجاوب. عبد القادر باقي ما حطيناش. عبد القادر تاهو غنجربوه غنحطوه هنايا غتدخلوا تسولوه. شوف والله تكنهضر معكم بصح دخلوا سولوهم اللي باغي يجي لكندا اللي عنده شي خوف ما باغي يجي لكندا شي معلومات مثلا لو مشيتي عند مثلا عند شي واحد تقدر تخلصوا له شي بيرو كونسلتون ولا محامي باتشارجي دلارجون غيكلفك مصاريف. تدخل تسول الدراري ها هما هادو فابور وغيجاوبوك. انا كون كنت عارف معلوماتك ما كنت عارف على فرنسا بطبيعه الحال غادي نجاوبكم مزيان. ولكن على كندا ما عارفش معلومات بزاف. يلا دابا كنقلب ويلا كنسول وداك الشيء. هاد الدراري هادو سابقين ديجا هما دابا شويش بشحال انت هنايا 4 سنين هو هنايا دير فيه 2 تجربه كبيره. او بلوس دو سا عنده عائله هنايا وعنده خوت تبارك الله حتى هو هنايا وداك الشيء. تحيه لخوه تحيه لخويا امين شبيشب ما تصدمش واخا تشوف هاد الفلوق راه انا كنعرفك تقدر تكون ما كتعرفنيش انا كنعرفك. وتحيه لخويا محمد الغواطي خو عبد القادر كنشوفك الناس ديال وجده. وانا قلت لكم دخلوا ما تفكروش فيها الجمرات ولا تحشموا هادو بحال كتسولوني انا فهمتي دراري بحال خوتي. وانا حتى انا دابا باقي لدابا كل مره كنحصل كنسولهم والحمد لله ما كيبخلوش انا بالاجوبه. حتى شي واحد ما زاد عارف. شي واحد ما زاد عارف كما عرفونا حنايا الناس وما تكبروش عنا بالمعلومات ديالهم ما نتكبروش عليكم. دابا نسولك اخي شبيش. المهم واحد السؤال كيسولوني عليه بزاف ديال الدراري غادي نسول انا الدراري اللي فاتيني بتجربه ولا ديجا قراو هنا ودابا خدامين هنايا وفهمتي وعندهم معلومات اكثر مني.
بزاف كيسولوني واش الا جيت لكندا واش نقدر نخدم او ميم طون انا كنقرا. وانا ديجا جاوبتنا مدام كريمه على هذا السؤال، ولكن بنادم سولني واش ساهل لقات الخدمه، واش ساهل مثلا انا كنقرا او ميم طون نخدم واحد الخدمه اللي تحيد عليا لي شارج كاملين. دابا انت خاصك تسول، قال لك سول سول المجرب لا تسول الطبيب. طبيب يا مدام كريمه، طبيب مدام كريمه، انا مجرب، انا جينا لهنايا خدمنا قرينا خلصنا لي زيتود ديالنا، لي كاري راه كاري، اللي مع دارهم راه جا هنايا تيكون عنده. بلاتي بلاتي بلاتي، حتى دابا انا كما نوقفك كيوقفون، واش كيخلص لي زيتود ديالو ولا شارج ديالو من الخدمه اللي خدمنا اللي خدامه هنا وي، ولا دارهم كيعاونوا؟ هذاك فوزاب تقدر ديرها، الا شديتي على راسك تقدر ديرها. اذا اللي ما بغيتش تقول لي كيدمر يقدر يدير توت اي بوسيبل، ساهله باش ديرها. لا كنتي كتخدم انا كنهضروا على بنادم اللي كيتقاتل، بنادم اصلا كيتقاتل وغيشد في راسو. ها عندك دابا شوفوا باش ما يكونش تناقض، المال الفلوق اللي فات قال لنا مدام كريمه انه مثلا من الاحسن ما تخدمش في النوار، قالت لنا زعما حذاري تخدموا في النوار. كاينه بوسيبيليتي ان بنادم كيخدم في النوار، هذه كاينه، ما انا كنقول لكمش ديروها ولا لا، المهم اللي مثلا اكسترا اور فهمتي شي حوايج، غير شي حاجه زايده اللي غتزيد لك تقدر دير بها لارجون دو بوش، تقدر تخلص بها شي حاجه لي فاكتور، حيت هنايا كاينين غير لي فاكتور. واش الخدمه اللي عندك ليغال واش قادر تخلص بها لي شارج ديالك؟ لا سوفيزون لارجمون سوفيزون، تخلص الكرا والترونسبور والماكله والشراب لابورمون تيليفون. لابورمون تيليفون هذا الشيء ساهل باش غديرها، حيت لو سالير مينيموم هنايا دابا راه ولا 13 دولار، قبل كان غير 12.75، دابا راه ولا 13 دولار للساعه. سوا ديزون خدمتي 20 اور بار سيمين، الا جيتي دير لي كالكول ديالك راه غادي تلقى تلقى راسك. هادشي هادشي دابا اللي كيقول لكم شبيشب راه بالتجربه ديالو، ماشي كيقول لكم شي حاجه. انا دابا انا ديجا عارف هادشي، ولكن بغيت نسولكم قدامكم باش تعرفوا. شبيشب تا هو كان خدام، هاد قادر تا هو كان خدام، هاد قادر كنتي كتقدر تخلص لي شارج ديالك وكل شيء. بيان سير سير سير، تخلص لي شارج ديالك بديك بداك الخدمه اللي غتخدم اللي ليغال ليغال. بالنسبه لبحال دابا واحد يلاه وصل، تبركزوا معايا خليو الناس يدايزين ونبقى نساو حنا كنهضروا مع دابا الناس كيسمعونا. واش حنا نبقاو نتفلوا عليهم؟ لا لا دابا واش حنا نبقاو نتفلوا عليهم؟ لا 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 ما يمكنش، ولكن نتفلوا عليهم دابا نتفلوا عليهم. وهي هذيك نتفلوا عليهم راه نتفلوا عليهم. ركزوا معايا الله يرحم بها الوالدين، راني دابا كندير هادشي على ودكم، انتم ركزوا، انت اللي كتهضر مع خوك ولا كتعيط لماما كل شي حاجه نتابع نتابع دقيقه الصمت الله يرضي عليك. هنايا صافي بوز وانتبهوا معايا حتى الاجوبه لكم. واش بنادم نسيت السؤال، ها انتم سخطتوني، انا ما طلع لي الدم نسيت السؤال. والبرد تيقلي فينا حنا. بنادم اللي كيوصل هنا لكندا، يلا وصل، شنو أول حوايج خاصو يدير؟ أول حوايج خاصو يدير، أنا كنهضر كإتيديون ماشي كإتيديون، أول حوايج خاصو يدير، لا ما كانش عنده أن كونت في لابونك، خاصو يمشي كري أن كونت في لابونك، حيت هنا كل شيء كيتعامل بلي كارد، ما كاينش الكاش قليل. أول حاجة تكري كونت في لابونك. تكري كونت في لابونك، أبري سا خاصك تمشي دير أن نيميرو داسيرون سوسيال اللي هو لا ناز. تمشي ديرو في سيرفيس كندا، هذاك هو هذاك هذاك هو الرقم ديالك انت كانك مواطن هنايا تتعيش في هذه البلاد هذه. هذاك دابا الا بغيتي تخدم ولا شي حاجه اي واحد غيطلب عليك الناز. كلشي كلشي تيطلبوا لي الناز، ماشي كنقلب على خدمه وداك الشيء، اول حاجه كيطلبوا لي هي الناز. الناز هو سميتك كوكنيتك، هو سميتك كوكنيتك في المجتمع، هو هذاك الرقم. ثالث حاجه ونصيحه اللي جا لهنايا، هذاك الرقم خاصو يحتفظ عليه وما يقولوش لشي واحد، حيت كاينين لي ترافيكون تيترافيكيو الارقام، يقدر يمشي يخدم لك في بلاصتك دي 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 ترافاي اللي هما ايليغال وداكشي وتسمى في سميتك. فهمتك. ثالث حاجه من اللي وصلت قلت لي خلص واحد لاسيرونس. اون اسيرونس، اون اسيرونس هنايا الا كان عندك واحد البروغرام انك غادي تستقر هنايا واللي اللي انت عليه جاي، خاصك اون اسيرونس ديال لافي هنايا باش تعيش، اون اسيرونس دو في. هنا كلشي كيتعامل بلي زاسيرونس. اذا دابا اللي بغيت نوصل لك في الاول هو النهار اللي غنحط رجلي في كندا، انا جاي اتيدي، النهار اللي غنحط رجلي في كندا شحال الفلوس خاصني في الشهر الاول؟ باقي كاع ما خدمت، باقي ما درت حتى شي حاجه، شحال خصني يكون جايب معايا؟ شحال لي شارج اللي خصني في الشهر الاول؟ الكرا شنو خص شحال زعما شحال لاصوم اللي خصني نخسر في الاول؟ لو غو ماكس هو 2000 دولار، تقدر تجيب معاك 2000 دولار غادي تكفاك الشهر الاولاني. 2000 دولار تقريبا مليون درهم، تقريبا مليون ونص ديال تقريبا. 2000 دولار تقريبا مليون ونص تقريبا، كتخلص بها اللواي، تخلص بها لاسيورونس، لاسيورونس تخلص بها اول حاجه من الاساسيات لابونمون ديال التليفون، حيت هنا ما كاينش بحال الشكل اللي عندنا حنا في المغرب تمشي تاخذ كارطا ديال ميديتال وداك الشيء، كاين غير لي زابونمون. انا ما يمكنش تمشي تاخذ كارطا بلا ما دير ابونمون ولا والو، ما كايناش. وعاد بلا واخا يعطيوها لك
الا جيتي اول مره ضروري غتحتاج جي بي اس شي حاجه اللي ما يمكنش ما تحتاجهاش. اذا ضروري خصك كونيكت سواء جي بي اس، وخاص تكون مركب معك واحد الشخص شبيش وا اما جي بي اس اما يكون معك شبيش شبيش بنهار تجبلوا البحليه في هذه نسيت بداتي ديال الفالطه. انا والله الا درنا الفالطه مع الشبيش، شبيش كيمشي في مونريال بلا جي بي اس لا والو، شي حاجه لا يمكن. وتقول له نديروا جي بي اس يقلب لك حتى كيديروا نديروا جي بي اس ناري الا جي بي اس. جي بي اس لا، المهم هذه قلت 2000 كافيه في الاول. كافيه اذا بنادم اللي يكون جاي خاصو يكون جاي مع واحد 2000 باش ما يدردفش مينيموم، باش المينيموم صافي. ولا كان من احسن الحاجه هي انك دير ان كونتاكت ميم سي يكون بعيد، لك كتعرف شي واحد هنايا يجي او موان يتلقى لك في المطار، يديك تنعس عنده الليله الاولانيه، حيت كتكون صعيبه هذيك من اصعب الحوايج اللي يقدر يتلقى لهم شي واحد اللي جاي جديد هنايا، خاص شي واحد يتلقى ليه في المطار. من الاحسن هل دابا انا نهار اللي جاي شكون يتلقى ليا؟ شبيش بو امين مرة معنا امين شبيش امين ما جاش قول لي امين عاوتاني جا عندي امين وجا عندي عبد القادر وجا عندي راكم شفتوه شبيش دوماج ما كنتش خليت الانستغرام ديالو. وبنادم بزاف دخل سولني واحد الاسئله اللي ما كنتش انا خصني نتسال عليهم، كانوا هما اللي خصهم يتسولوا لحقاش هما اللي عندهم الاكسبيرينس. انا يلاه وصلت باقي ما عرفتش بزاف الحوايج. وكان الاسئله ديالكم اش كندير؟ كنوض في الدار كنمشي عندهم كنسولهم فيكم شنو واحد البلان واحد الناس شنو خاصهم. وصافي ملي انت جيتي دابا في الكونفينمون ما شتيش شحال من حاجه في هذوك لي دو سيمين والناس كانوا كيسولوك. ملي وصلت انا دو سيمين دوزت الكونفينمون ما كنخرجش، اذا كتبقى غير في الدار بنادم كيسولني انا ما عارف اصلا والو. اذا انا الشيء اللي قلت في المغرب نخلي الانستغرام ديال الدراري، دخلوا سولوهم ودخلوا قلنا فهمتي غيجاوبوكم واستافدوا منه. بحال هكا ما تحشموش، بحال هكا تسولوني انا ما جاوبوكمش اجيو ديكلاريو عندي. المهم يلا نمشيو ونشوفوا لقينا شي مناظر في طريقنا نوريوهم لكم ونسولوا شويه بالمعلومات المعلومات ديالهم، وان شاء الله نتلاقاو في فلوق الجاي ما نقطعوش دابا ما نسخيش بكم. يلا نمشيو. المهم هاد البوان اللي كتشوفوا نهار اللي كتربح الفرقه ديال موريال اللي سميتها لي كانادين دو موريال، هما الرياضه الشعبيه ديالهم هي الهوكي. نهار اللي كتربح كيديروا واحد لانيماسيون واعره في هاد البوان، كيكونوا الضوا وكمهم كتكون بالبلا وقضيه واعره بزاف. هاد البوان هذا كيربط ما بين موريال ولونغوي. هاد لونغوي كاينه في الغيف سود وهي واحد المدينه اللي ملاصقه تقريبا مع موريال. بيناتهم هاد البوان ملي كتكون اللي على اليسار ديالنا هي موريال، ولا اليمين ملي كتخرج كتبقى غادي كتخرج في لونغوي اللي قلنا كاينة في لاغيف سود. دابا السؤال المطروح عندي انا في هادشي كامل في موريال هو هذاك راهو هذا مازال ما لقيناش ليه الجواب. هذا الخطر شنو هو؟ بغيت نعرف والله حتى ملي جيتو كيبان لي ديما كنكون كنشوف في الارض من فوق انا راسي السما كنلقى ضو خضر راهو. واش كيبان لكم ولا انا كنتخايل؟ ديال شبيش دابا شبيش هنا فين غتبان القدرات ديالك؟ باش تبان القدرات ديالي على داك الشيء ضو ضارب من الارض ضارب الفوق. دات سيت دات سول ديال شي بنايه بيكاتشو غيكون بيكاتشو بيكاتشو شو هاد القادر القعار شنو هاد القادر شنو هي هذيك داك الضو الضو اللي الفوق خضر في السماء شنو هاد القادر هذاك الضو صح وشافو الروفلي الروفلي فهمت الروفلي ديال اللعيبه من التحت فهمني داك الشيء لا 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 وي برد لا 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 واش عارفوا البرد تضرب ومبغى يجي يهز يضربنا علاش باش يدو ما تبردش بزاف شبيش كنقول لكم شبيش بدكي كنقولها لكم شبيش بدكي تحيه لخالتي ماما تشبيش وخالتي ماما عبد القادر والده هادشي شنو حنا غاديين في هاد البلاصه هادي وحنا نتلاقاو واحد الدراري قالوا لي عافاك واخا تصورنا ملي جيت قالوا لي خويا انت واش كتبان في يوتيوب واش عندك شي بلان بحال هكا والدراري ها هما قلت له قال لي ياك صورني ولا بديت نصوره وصورته قلت له واش عجبك قال لي صافي زوينه باقي ما شافها وين البرد ما بغاناش نبرش وين وصورته باقي ما شافها قال لي مزيانه دابا شنو شنو عاد التصويره ولا لا لا والله شي شو اسميه كذب عنا كذب عنا ياسين شنو قول له انا كذاب الله قول لي شي لقطه من الفلوق شوف شي لقطه من الاول شي لقطه مشي شي الكونسولا ورجع شوف دار شي الدراري الماكله صافي حاضر فهمني كاين هاد البلاصه هادي اللي هنايا بحال تقولوا المدينه القديمه ديالهم في الجناب هنا ولا هنا لا تيراس اللي كاينين كاين دي بار وكيخرجوا الكراسه ديالهم وكيخرج الناس بزاف هنايا في الصيف وكيديروا الوسط بحال الحلقات كيكونوا ليكلون وكيكونوا المهم كيخرجوا يديروا الناس الفنانه اللي كيضربوا الجيتار اللي كيديروا كلشي
وكتكون في الصيف عامره بزاف. اذا من كيجينا بزاف وهاد الطريقه ديال كتبان لكم دايزه من هنا ولا كيدوزوا من الطوموبيله حتى هما كما كتشوفوا مورايا دايزين كيزدوها كتقطع من الاول كتقطع كيبقاو هنا لي جون كيتمشاو فهمتي يخرجوا ما كاينش طوموبيلات كلشي كيتمشى على رجليه وكتكون الاجواء واعره بزاف. انا شفت غير شي فيديوهات وفريمون كتكون واعره ومازال ان شاء الله ملي نوصل الصيف غنفلوغوا هاد اللقطات نقطعوا الشارع وفوق كيشوفوا قربت تحط رجليك في الشارع باش تقطع الطوموبيلات كيحبسوا اوتوماتيك هما بلا ما تشوف فيه بلا ما فوق كتبغي تقطع كيحبسوا شي حاجه اللي فهمتي كتشوفها منظمه بزاف. وشوفوا هاد البلاصه اللي كنهضروا منها شحال واعره والله الا بلاصه معتبره واخا كيكون البرد ما كتحسش بيه بيشب معنا راه كرم الشبيشب راه كنطاقيتو في واحد ستوري في انستغرام وبلا بدا كيدخل عنده بداو كيسولوه واش بحال لا باقي ما كيجاوبش كنجاوب مازال بديت حلف كنجوب. حلف نشوف حلف والله بديت كنجاوب والله شنو داكشي بالترتيب تقليد عليك دابا التقليد عليك تقليد عليا ها توماس والله حتى دخلت الانستغرام ديالو والله تلقى شحال من دوموند دانفيتاسيون وصلاتو ما عرفتش انا ملي دخلت لقيتو باقي ما جاوب حتى شي حد ما عرفتش دابا هو حلف انه جاوب ما نعرف تقليد الله يتعليك والله حتى التقليد عليك يا راه نمشيو من هنا خلينا الطوموبيله في هذيك الجهه اللي من لهنا والله الشبيشب حتى التقليد عليك وصاحبك نسامحك والله ما نسامحك والله هذا بنت خدامه غيرت غيرت نمشيو نصوروها نمشيو نصوروها هاي طلبنا منها انها باش دير دير نجمو فوالا ميرسي انتم عطاتكم بيزا عطاتك امرك ريتي بيزا غنبقاو بيا خديت صراحه سمعي خالتي سمعي خالتي شويشو امرك شويشو والله ما نحيدهاش عرفتي اخيب حاجه كاينه في موريال ماشي اخيب حاجه هي راه زوينه وكيف اوميم طوم كيجي مغربي ولا جاي تونسي ولا جزائري ولا هي هاد لي بلاك. المهم هو البلان اللي قلت لكم ديال البلايك ها هما دابا هاد الفوقينيه هادي كتعني انك ممنوع الوقوف والتوقف من هاد البوطو هذا اللي كتشوفوا من هنايا حتى لتحت ممنوع الوقوف والتوقف. البلاكه هذه اللي تحت منها ممنوع بلاتي نقراها ممنوع انك تباركي هنايا من هاد البوطو هذا البوطو اللي قبل كاين 10 متر لهذا ممنوع تباركي هنايا من 8 ل 9 في الثلاث وفي الجمعه ماغدي فوندغودي ومن 1 افريل حتى 1 ديسمبر في فهاد الوقيته كامله ممنوع تباركي هنايا. ملي كتفوت لو 1 ديسمبر كيمكن لك تستاسيوني هنايا كيكون ديك الوقيته ديال الثلج وداكشي مثلا الا كان طومبيت كيعلقوا هاد لاك الليمونيه ملي كيعلقوا هذيك ما يمكنش تستاسيوني راه دايرين من 7 حتى ل 7 نيت من 7 حتى ل 7 ما تستاسيونيش هنا ابار هاد الوقيته راه يمكن لك تستاسيوني علاش هذيك الوقيته كيكون دانيجمو كيجيو يحيدوا الثلج ما يمكنلكش تستاسيوني سيكتور اللعيبات ما تستاسيونيش هنا ما تستاسيونيش هنا ولكن كيجينا شنو لقينا شنو لقينا شنو لقينا لا شنو لا لا شنو لقينا لا لا قول شنو دخلناك والله قول شنو لقينا والله تنقول يلا دخلناك والله لا نقول شنو لقينا عاد شنو نديرو خليه هو يقولنا شنو لقينا شنو لقينا شوف هاي هي دوي على راسها شنو لقينا امون طول شبيش شبيش شحال فيها ديري والله تنموت ديال الدعم فيها سيدك 79 دولار 79 بلادي والله 79 دولار شويش بلاش انا معلومه المعلومه هي انك انت جربتوني فاش جينا هنا ما قريناش البلاكه مزيان هادير السبابينه درنا السبابينه ما قريناش البلاكه مزيان لقينا كان سيكتور تما اجي نشوف يعني حنا استاسيونينا فشي بلاصه كان خاص يستاسيوني فيها شي واحد هاي بصبه كيشرح لينا بلا خلق بروسي ديال 79 دولار وكون كنا مستاسيونين قبل من هاد البلاصه دابا هادي ديال هاي اللي كتشوفوا 3 و 133 هادو دي سيكتور نورمالمون خاص غير الناس اللي كيسكنوا هنايا هما اللي ستاسيونيو هنا هو جا وجينا مزروبين وداكشي هو تكاو عليه تقريبا 80 دولار اتي راه شفناه راه متنا بالضحك شوف هادي مسكينه داير الحجاب